في موقف غير مفهوم، منع وزير التجارة عمار بن يونس طاقم تلفزيون النهار وعددا من القنوات الخاصة الأخرى من تغطية فعاليات اليوم الوطني لاستهلاك المنتوج الجزائري، ويأتي القرار عقب امتعاض وزير التجارة من التغطية التي أفردتها قناة النهار لملف تحرير بيع الخمور وما تبعه من حالة من الغليان في الشارع الجزائري. التفاصيل مع كمال جفال. قناة النهار غير مرحب بها. بهذه العبارات استقبلت حاشية وزير التجارة عمار بن يونس طاقم تلفزيون النهار الذي كان في مهمة صحفية لتغطية فعاليات الحملة الوطنية أستهلك المنتوج الجزائري. عمار بن يونس الذي ظهر غير مبال بقرار منع تلفزيون النهار اتخذ قراره الذي ضرب به حرية التعبير. Ce qui s'est passé depuis une quinzaine de jours, j'ai été victime d'un lynchage médiatique d'un certain nombre de médias qui est absolument hallucinant, qu'on n'a pas vu, je pense, depuis l'indépendance contre un ministre de la République. Ça obéit, bien sûr, à des objectifs politiques, mais aussi des objectifs mafieux. بناء على ما أسماه حملة إعلامية استهدفته عقب تفجير قناة النهار لفضيحة تحرير بيع الخمور بالجملة وما أعقبها من غليان في الشارع الجزائري، لتتراجع الحكومة عن قرارها بضغط من الجزائريين. يا عمار يا عمار يا عمار يا عمار يا شيخ خمار عمار بن يونس الذي كان اليوم في وضعية تسلل وباستهدافه لطاقم قناة النهار يكون قد كشف الوجه الآخر لوزير ضرب قوانين الجمهورية وحق الصحفيين في الوصول للمعلومة عرض الحائط. فإعاز عمار بن يونس لمستشاريه ومكتبه الإعلامي بمنع قناة النهار وبعض طواقم القنوات الخاصة جاء بناء على تناول قناة النهار لفضائح قطاع التجارة وتسليطها الضوء على سقطات الوزير في انعكاس لدورها الإعلامي. لكن خرجة الوزير أثبتت أن بعض الوزراء لم يتخلصوا من عقدة اسمها الإعلام الخاص. من الوزير؟ سؤال بس